كلنا نمر بمشاعر سيئة، كلنا نمر بمشاعر سلبية، بس مو كل أحد قادر إنه يخرج من هالشعور وهالمشاعر، ولا لنا حق إننا ننعت الطرف الثاني بمجمل أو عبارة نفسية. هو كذا مو حاب يتقرب، هو كذا حاب يعزل نفسه، هو صعب النقاش معاه. أنا أدري إن في شخصيات صعب النقاش معاه، وأنا أدري إن في شخصيات سلسة في النقاش، وأنا أدري إن في شخصيات صامتة حتى ما تقرب يمه ولا تقرب صوبه، ولكن حزين متضايق في خاطرك ألف شعور وشعور مهموم، تسعى إنك توصل شيء معين ما أنت قادر توصله. دائما أقول راجعوا علاقتكم بالله. سبحان الله، تاج الذكر غير في واقعية حياتي ألف شعور وشعور حقيقي. يعني سبحان الله، كيف أنام على شعور وأصحى على شعور ثاني. الله إذا أعطى أدهش، عطايا الله مدهشة، وجبر الله عظيم عظيم يا عالم عظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما تأخذ من وقتك حاجة نهائي، رددوها بيقين وثقة إن الله هو المعطي. شوفوا كيف وقعها على أيامكم، على حياتكم، على شعوركم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا أحد يقول أنا متضايق والدنيا صافقة فيني وظروفي محيطة فيني وسيل الصعام مو قادر أنجو منه. نجاتك في سجدة ودعاء. من عرف الله ما خاب، والله من عرف الله ما خاب.